السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد. كما تشوفوا معنا في هذا الفيديو هذا فهو دا واحد البلاغ إخباري ديال وزارة التربية الوطنية. كما تشوفوا معنا لحتو اليوم السبت 5 سبتمبر حول موضوع انطلاق عملية إعادة توجيه برسم الموسم الدراسي 2020-2021. فبالنسبة لهذا البلاغ هذا فهو حول عملية إعادة توجيه، كما تشوفوا معنا راه غادي تبدا ابتداء من يوم الاثنين 7 سبتمبر وستستمر إلى غاية يوم الخميس 17 سبتمبر 2020. يعني راه غادي تبقى واحد 10 أيام خاصكم أنكم ديروا فيها إعادة توجيه بالنسبة للمستويات ديال الجذوع المشتركة وكذلك السنتين الأولى والثانية بكالوريا. يعني هاد التلاميذ هادو اللي سواء غيقراو هاد السنة هادي في الجذع المشترك أو في السنة الأولى بكالوريا أو السنة الثانية بكالوريا يمكن لهم أنهم يديروا إعادة توجيه، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 7 سبتمبر حتى اليوم 17 سبتمبر. وبالنسبة لكيفاش يمكن لك أنك دير هاد عملية إعادة توجيه، فكاينين ثلاثة ديال الطرق، سواء أنك تدخل المنظومة ديال المسار، يعني تدخل الكونت ديالك ديال المسار، دخل المود باس ديالك وكذلك رمز مسار ديالك. من بعد ما تدخل راه غادي تلقى تما كيفاش انك تدير هذه العمليه ديال اعاده التوجيه، اولا انك الا ما قدرتيش انك تدخل المسار ما عرفتيش ما بقيتيش عاقل على المود باس كلمه السر ديالك، فيمكن لك انك تيليشارجي داك النموذج ديال طلب اعاده التوجيه، يمكن لك انك تيليشارجي من الموقع ديال الوزاره. بالنسبه لهاد الروابط هادو راه غادي نخليهم لكم اسفل هذا الفيديو هادي. كما قلت لك يمكن لك انك تيليشارجي داك الطلب ديال اعاده التوجيه، يمكن لك انك تيليشارجي من الموقع ديال الوزاره وتعمرو بالسيلو وديك الساعه ديه الاداره ديال المؤسسه اللي تتقرا فيها، او لا يمكن لك كذلك انك تمشي للمؤسسه وتاخذ مطبوع من عندهم، راه غادي يكون عندهم وتاخذوا من عندهم وتعمروا وتحطوا عندهم في الاداره كما قلت لكم بطبيعه الحال. وهنا عاوتاني كما تشوفوا انه بالنسبه للراغبين اللي بغاو انهم ياخذوا توجيه انه نصائح، راه يمكن لهم انهم يطلبوا الاستشاره من اطر التوجيه التربويه العاملين بمؤسساتهم حضوريا او عن بعد وفق الاجراءات المعمول بها بهذا الخصوص. يعني انك الا بغيتي تاخذ استشاره من عند هذا الاطر التربويه ديال التوجيه يكفي انك تمشي للمؤسسه وتسول عليهم، راهم غيوريهم لكم، وديك الساعات على حسب المؤسسة واش يقدر انه يتواصل معك حضوريا او لا عن بعد. وكما قلت لكم هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو هادي، فحاولوا انكم تشاركوا هذه المعلومة هذه مع التلاميذ اللي معنيين بالامر، اي تلاميذ اللي غيقراو هذه السنة هذه سواء في الجذع المشترك او لا في احدى السنتين الاولى او الثانية بكالوريا، باش انهم يديروا هذه العملية ديال التوجيه. راه غادي تبدا انطلاقا من يوم الاثنين 7 سبتمبر حتى اليوم الخميس 17 سبتمبر، يعني راه عندكم 10 ايام خاصكم انكم ديروا في هذه العملية ديال إعادة التوجيه. وكما قلت لكم راه كاينين ثلاثة ديال الطرق، سواء من المنظومة ديال المسار أو لا أنك تيليشارجي داك الطلب من الموقع ديال الوزارة أو لا أنك تاخذه أيضا من المؤسسة التعليمية ديالك. ويمكن لكم كذلك أنكم تطلبوا الاستشارة من عند الأطر التربوية ديال التوجيه بالمؤسسات ديالكم إذا بغيتوا أنكم تسولوا حول الآفاق أو لا كذلك معلومات حول داك التوجيه اللي غادي ديروا. وفي الاخير هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، فإلى عجبك ما تنساش دير لي جيم، كذلك تخلي لنا شي تعليق تحفيزي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.